صباحكم بالخير وشكرا أخيان في نشازة والأصدقاء ورفاق في نشازة على الدعوة. يعطيه صحة بقى ما خلالي حتى شيء معناها نتصور مواضيع الكل ودوت فاسون. أنا ما يعني ما كانتش عندي فكرة باش نعمل محاضرة كبيرة ولا هي جملة معناها جملة ملاحظات افيك بوكو دو موديستي بارتيكوليرمون بعد اللي سمعته اليوم معناها المخيان قالوا هما معناها حاطين على الجمر. يعني اللي اعتقد التعبير على الوضع الاجتماعي اللي تعيش فيه بلادنا يعني اللي يخمم فيه واللي يفكر فيه ما ينجم يكون الا يعني يتعاطى معاه بالكثير من الموديستي والاحترام وفي نفس الوقت قلق يعني حول عدم قدرة الحكومات وعلى قدرة على الأقل التحالف القائم اليوم على إيجاد الحلول لفتح أفاق في هذا الإطار. كما قال فتحي أنا يعني باش تكون جملة أفكار وجملة آراء خرجتها اليوم في المغرب معناها بالنسبة اللي حب يشوف ولا حاجة مانيش شريك وما نخلصش من المغرب راهو مش دعوة باش تشريوا المغرب. لكن أنا نقطة الانطلاق نتاعي باش تكون في ثلاثة أشياء. النقطة الأولى وقبل ما نتعدى النقطة نتاعي نحب أنا استفزني الموضوع باش نرجع له علاش وأعتقد نحب نحيي الأخيان في نشاز على الاختيار الموضوع لأنه يعني سؤال فارق وسؤال مهم والإجابات عليه لحد الآن صعبة. وبالتالي كما كلمني فتحي ومحمد يعني قبلت لكن في نفس الوقت كانت نقطة انطلاق بالنسبة لي التفكير في هذا الموضوع اللي أعتبره أنا شخصيا يعني في كنه في جوهر عملية التغيير الاجتماعي والسياسي في بلادنا اليوم. نقطة التقديم تاعي عندي ثلاثة نقاط: أولا مفارقة، ثانيا سؤال، وثالثا فرضية يعني une hypothèse de réflexion ou de travail. المفارقة هي اللي يقف عليها النص التقديمي للمحاضرة. يعني هناك تطور هام وكبير منذ الثورة لليوم وحتى قبل الثورة معناها أعتقد الحركة الاجتماعية لم تستسلم معناها الاستبداد. سي مصطفى موجود هنا وخليل والخيانة اللي ساهموا الكل يعني في الحركة ضد الاستبداد يعني وضد التسلط يعني من تقريبا من بداية التسعينات ثم الحركة الاجتماعية معنا في الحوض المنجمي وفي بنقردان وفي عديد الأماكن. لكن تطور هالحركة الاجتماعية والمخزون متاعها بعد الثورة بطبيعة الحال بعد فتح مجالات كبيرة للعمل مثلا أعتقد وتتواصل لحد اليوم باعتبار عدم قدرة وعجز الحكومات معنا على إيجاد إجابات الأساسية. المسألة الثانية هي على المستوى السياسي. المستوى السياسي أشارت كيف الورقة التقديمية للمؤتمر أشارت إلى عديد التطورات الهامة. أولا ساعة سقوط الاستبداد وبالرغم يعني من بعض التخوفات حول إمكانية رجوعه لكن أعتقد قال علي سعيدان اللي راح ما يعود هيك ولا مولدي هاشمي سمحت. لكن وزاد كذلك تفتحت افاق جديدة في مسألة يعني العنف ضد المرأة في مسألة مثلا تقرير لجنة الحريات في مسائل ومثلا رفض وتجريم التمييز بالرغم عنها من الجريمة اللي صارت يعني منذ أيام في قتلان ممثل الجالية الإيفورية في تونس. يعني على المستوى السياسي كذلك هناك أعتقد زخم كبير على المستوى السياسي عفوا يعني كبير ومازال متواصل باعتبار يعني إلى الآن لم تنتهي عملية التحولات السياسية الهامة. مسألة أخرى مثلا مستوى الفكري
يعني التطور اللي عرفته بلادنا. المسألة الرابعة زادة كيف مش نحبش نطول عليكم وديما آخر محاضرة اللي تكون كيفاش نقولوا يعني مانع بين الفطور وبين نهاية الواحد باش نستروح بالمضابيل الواحد ما يطولش عليكم برشا. المسألة الثانية مسألة الإبداع يعني اللي عاشوا ممكن تقريبا يعني هناك زخم إبداعي على مستوى السينما على مستوى على مستوى المسرح على مستوى الشعر على مستوى الرواية اللي تقريبا ذكرنا معنا بالنسبة للناس اللي تابعوا شوية تاريخ الحركة الإبداعية في تونس يعني تقريبا بالحركة الطليعة اللي عرفتها تونس يعني تقريبا في نهاية الستينات وبداية السبعينات وعطاتنا الطاقات الكبيرة والهامات الكبيرة في الإبداع في بلادنا. مسرح الشعايبي المسرح الجديد الشعايبي والجزيري المستوى السينما على عديد المستويات الأخرى صالح القرمادي على المستوى الفكري. إذن يعني هذا الـ هذا يعني لا جدال حوله أن هناك زخم وحراك مدني هام وأساسي. المفارقة أن هذا الزخم المدني الحركة الاجتماعي الحركات الاجتماعية لم تتحول إلى حركة سياسية وإلى فعل سياسي. يعني هذه المفارقة التي نعيشها اليوم. بطبيعة الحال يعني ممكن واحد يلقى بعض الـ يعني بعض هنا وهناك يعني بعض التعبيرات مثلا مستوى اللي وصلته الجبهة الشعبية مثلا على مستوى النواب لكن كان على حساب يعني تراجع بعض الأحزاب اليسارية الأخرى أو التقدمية الأخرى. إذن هناك يعني مفارقة كبيرة نعيشها اليوم وهي يعني هذه الهوة بين الـ يعني الزخم والحراك الاجتماعي والمدني. يعني زخم ممكن لم تعرفه تونس يعني ممكن هذا أنا ما عرفتش فترة الاستقلال لكن الكبار يحكيوا يقولوا مستوى الزخم ده يعني تقريبا كان مستوى الخمسينات يعني حركة اجتماعية وفكرية وسياسية وإلى أن بطبيعة الحال يعني الحزب الحاكم يضع حد لهذا الزخم. لكن في نفس الوقت كما قلت المفارقة هي عدم قدرة هذا الزخم إلى يتحول إلى فعل سياسي قادر يفتح أو يقدم التغيير وهذه أعتقد المفارقة. السؤال الآن هو بطبيعة الحال لماذا لم يتحول هذا الزخم والحراك المدني والاجتماعي إلى ممارسة سياسية إلى كتلة تاريخية جديدة تفتح يعني أفاق جديدة في التغيير الديمقراطي التقدم والتغيير بصفة عامة. يعني هذا السؤال المطروح ونحب هنا نأكد على حاجة أنه هذا السؤال ليس رهين تونس. هذا السؤال هو سؤال نحكي أنا وخليل بكر يعني سؤال تقريبا يهم كل البلدان يعني سؤال يعني تقريبا جلوبال معنى عالمي يعني كل البلدان عرفت هذا الزخم. التجربة الوحيدة تقريبا اللي تشكلت في حركة سياسية لكن في حركة وفي تعبيرة سياسية لكن يعني ممكن نتناقش في نتائجها هي اليونان. لكن كل البلدان الأخرى التي عرفت هذا الزخم لم يتمكن هذا الحركة المدني هذه الحركة الاجتماعية هذه النضالات الاجتماعية من التحول إلى فعل سياسي مؤسساتي وشعبي. فهمتني؟ شوف سيلفا دروري انا اعطيت زوز. شوف انا انطلقت في المقال نجم نرجعوا للديتاي انا انطلقت في المساله هذه في دراستها تقريبا تبدا بديت من منتصف التسعينات حتى امريكا اللاتينيه منتصف التسعينات الى اليوم وبدينا من الشاباس يعني من اللي صار في الشاباس في المكسيك الى التجربه اعتقد الوحيده نتاع تحول حركه اجتماعيه الى فعل سياسي في امريكا اللاتينيه هي كولومبيا. لا مش لا لا خلينا بوليفي ايفو مورافي بوليفي يعني هي التجربه الوحيده تقريبا نتاع انه حركه اجتماعيه البوليفي
افتكت السلطة وتتحول إلى فاعل سياسي، يعني فاعل في التغيير. بالنسبة لولا وبالنسبة للبرازيل معناها حركة سياسية، الحزب وإن كان يختلف لكن حزب سياسي تقليدي. المهم هي نفس الإشكالية بطبيعة الحال. هذا التساؤل إذن ليس وليد الفترة التي نمر بها الآن، بل هو تساؤل يعني على مستوى العالم، وأنا في رأيي ليس مقتصر على تونس أو مقتصر على بلدان الربيع العربي، بل تساؤل مركزي في على المستوى العالمي. لماذا لا تتحول الحركات الاجتماعية والحراك المدني ضد السياسات النيوليبرالية إلى فاعل سياسي قادر على تغيير الواقع على المستوى العالمي وفي كل البلدان؟ الفرضية التي أطرحها ونحب نقدمها ونناقشها، أنا في رأيي هذا نتيجة لفعل صار هام في منتصف الثمانينات، واللي ممكن اللي حد الآن أنا بمجوري معنا ما خليناش أهميته، اللي هي الثورة أو الثورة المضادة كما يقول صديقنا النيوليبرالية، والتي يعني في رأيي على المستوى العالمي هشمت وهدمت صرح القديم، وكذلك هدمت كل إمكانيات يعني لتطور فعل سياسي جديد أو اجتماعي جديد للتغيير. يعني هذا في 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 تقديري وفي قراءتي بطبيعة الحال. ونحب ناخذ أربعة مجالات اللي كان فيها انعكاس كبير يعني للثورة النيوليبرالية. أربع مجالات اللي لا فقط قلت راهو يعني هشمت العالم الاشتراكي الديمقراطي القديم أو دولة الرفاهية التي بنيت عليها المجتمع الديمقراطية تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بل كذلك أتت على ما يمكن أن يشكل يعني بديل للأزمة أو انعكاسات الاجتماعية لأزمتها. هي المستوى الأول هو إفراغ الديمقراطية من محتواها الاجتماعي. هذا مسألة هامة، واعتقد يعني كان يعني لحد الآن لا يمكن أن نقف على أهمية هذه المسألة، لكن مسألة أساسية بالنسبة للأنظمة الليبرالية والأنظمة الديمقراطية كانت أو تجربة دولة الرفاه يعني ليتا بروفيدونس، واللي كانت تقريبا هي دولة الاشتراكي أو النظام الاشتراكي الديمقراطي. أغلب الأحزاب ما عدا ممكن فرنسا، أغلب الأحزاب التي حكمت العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هي أحزاب اشتراكية ديمقراطية، والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية عملت على بناء نظام سياسي اللي هو نظام دولة الرفاه ليتا بروفيدونس. وليتا بروفيدونس اعتمد على محاولة توفيق بين مبدأين. المبدأ الأول هو مبدأ الحرية أو الليبرالية السياسية بما فيها احترام دولة القانون، المؤسسات، الفرد. الجانب الثاني أعتقد هو الجانب الديمقراطي، لكن الجانب الديمقراطي بمحتواه الاجتماعي. يعني كانت ثورة من ناحية الاجتماعية باعتبارها حققت عديد المكاسب الهامة والأساسية. هذا النظام عرف محدودياتها يعني في الأزمة الاقتصادية العالمية بداية السبعينات. ما قامت به الثورات النيوليبرالية بداية من منتصف الثمانينات هو نصف الجانب الاجتماعي أو نصف الجانب الديمقراطي في هذا البناء وفي هذا الصرح الذي تم تشييده منذ الحرب العالمية الثانية، ونجحت إلى مستوى كبير. أصبحت السوق وأصبحت عوض مبادئ التكافل والسوليداريتي والتآخي والتضامن اللي تبنى عليهم المجتمع أو النظام الاشتراكي الديمقراطي. أصبحت الكومبيتيسيون، لا كونكورنس، فهمتني، هما المبادئ الأساسية، والتفوق هي المبادئ الأساسية التي تقول. إذن تم ضرب في الصميم الجانب الذي تبنى عليه المجتمعات واللي هو الجانب الاجتماعي. أعتقد هذه كانت مسألة هامة جدا. إذن وصلنا إلى درجة أنه المسائل الاجتماعية انه يعني اصبحت يعني دي كومبا ديريير غارد، يعني من التسعينات لحد اليوم، وهذا مش يعني مش ماهوش مقتصر على اوروبا، حتى في البلدان الاخرى. يعني اصبح الجانب الاجتماعي جانب لا فقط مهمش، بل الذي يطالب به يعني يصبح يعني وكانه خارج التاريخ. هذا كان وراء يعني تهميش
الحركة أو الفعل السياسي الاجتماعي، الأحزاب اليسارية، الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، الأحزاب التقدمية. وصلنا إلى درجة أنه العدالة والمساواة أصبحت مبادئ، يعني كيفاش يقولوا انترديت، محل سخرية، مش حتى يعني يعني وأصبحت حتى أن هذه يعني يعني فرض قوانين وفرض أشياء تخدم الطبقات الغنية أصبحت يعني مهيش مشكلة. نشوفوا في فرنسا يعني أول قرار عمله ماكرون هو تنحية لابوس سور لافورتون، يعني ومسألة عادية، قانون المالية سناء في يعني مسألة رأي مش في أوروبا مصحة. أصبح التعدي، أصبح حماية يعني حماية الأغنياء ورفض المساواة أصبحت يعني وصلت إلى الدرجة أنه ما عادش بنال، يعني ما عادش واحد يحشم. فهمت أنه اليوم بارابور لارجون يعني اليوم مثلا قانون المالية شفتوه يعني في آخر وقت ثم يعني نحيه في يعني وقت اللي نأكده بالنسبة لل ديوسي كيا دوبار أبوار يا مانجي في المطالب النقابة التعليم الثانوي، الأشياء الواحد نجم يتعاطى معها وأشياء يرفضها، لكن لا يمكن أن ترفض يعني زيادات في على المستوى الاجتماعي لشرائح معينة، لكن في نفس الوقت يعني تقلص الضرائب يعني على مستوى يعني مؤسسات كبرى. يعني هذا إلى أي حد وصلت يعني أفرار النظام الديمقراطي والمؤسسة الديمقراطية من محتواها الاجتماعي، يعني وهذا نحكي بعد على النتائج السياسية. إذن القوى التي تنادي بضرورة يعني المحافظة على المساواة الاجتماعية، المحافظة على العدالة الاجتماعية، أصبح لا فقط يعني مرفوضة بل يشار إليها بالبنان باعتبارها غير مواكبة للتاريخ وغير مواكبة لمبدأ الثورة الليبرالية أنه في غناء الأغنياء يعني تنتعش الاقتصاد والمجتمعات. وأعتقد هذه مسألة هامة ومسألة خطيرة جدا، ومسألة لا ترتبط فقط بالمجتمعات الديمقراطية المتقدمة بل أصبحت يعني في التفكير الكوني وفي التفكير العالمي مسألة هامة. هذه المسألة الأولى يعني بريمير كونسيكونس. المسألة الثانية اللي أشرت لها يعني كذلك في نفس الموضوع هي مسألة الجذب النيوليبرالي، هي العولمة، يعني تطور كبير للعولمة، تطور كبير للعولمة، يعني تطور هذا مس الحركة التجارية، مس حركة تدفق رؤوس الأموال، مس المبادلات المالية. إذن أصبح العالم كما يقال قرية صغيرة، وكان في تلك الفترة يعني تأليه للعولمة باعتبارها يعني أنسو يعني قفزة جديدة في تاريخ البشرية. الإشكال مع هذه العولمة أعتقد أنه غياب أو تآكل أو تأخر القرار الاقتصادي الوطني الذي يأتي يعني في المجتمع الديمقراطية على مستوى الانتخابات والأحزاب والاختيارات والبرامج. وهذا ليس مرتبط فقط يعني بالأحزاب كما نحكيه على تونس، البلدان اللي مفروض عليها يعني دي كونديسيوناليتي وشروط متاع المؤسسة الدولية، لا يعني أصبح حتى يعني الانكونسيون يعني دو شوا ايكونوميك ودو شوا بوليتيك انه يلزم الاسواق تكون راضيه حتى كي تبدا مش صندوق النقد. بالنسبه للبلدان اللي ما عندهاش مشاكل اقتصاديه مش يعني ماهيش تحت برامج صندوق النقد يلزم الاسواق تكون راضيه، لانه في رضا الاسواق تدفق الاموال وتدفق الاستثمارات الخارجيه، وبالتالي يعني افراغ القرار الوطني وافراغ القرار الوطني الاقتصادي اللي ليس بمعناها التقني بمعناها السياسي باعتباره نتيجه انتخابات ديمقراطيه، افراغه من محتواه. وهذا بطبيعه الحال كان له تاثير على يعني على حضور
اليسار الديمقراطي أو الفعل السياسي الاجتماعي اللي يعني الهدف متاعه هو بالعكس بناء أو تحديد برامج وسياسات اجتماعية تنطلق كما كانوا يقولوا فيه لخيان بكلي من الواقع ومن ضرورة تغييره وإعطاء إجابات جدية لهذا الواقع. المسألة الثالثة أعتقد والخطيرة التي أتت مع هذه الثورة التي أو الثورة المضادة كما قال صديق هي مسألة النخب السياسية وانتفاء التعبيرات السياسية التقليدية الأحزاب التقليدية والأحزاب والتعبيرات السياسية التقليدية الأحزاب والنخب وظهور نخب جديدة والمنظمات الاجتماعية كذلك وظهور نخب جديدة التي ليست لها علاقة وهذا راهو نشوفوه برا ونشوفوه في تونس ليست لها علاقة لا بالحركة الاجتماعية ولا بالحركة السياسية ولا بحركة التغيير الاجتماعي وتهميش كل النخب التي كان لها دور على المستوى الاجتماعي. يعني رئيس فرنسا لم نكن أو العام لم يكن نعرفه منذ سنتين أو ثلاث سنوات وهذا ساهمت فيها بطبيعة الحال الثورة التكنولوجية ساهمت في إبراز الـ يعني هالنخب السياسية الجديدة ناخذ يعني ممكن النخبة السياسية في تونس يعني النخبة السياسية الآن الموجودة على مستوى السلطة إلى يعني لو ناخذ نحيو بعض الحالات يعني كيف نفس الشيء نخب لم نكن نعرفها تقريبا منذ ثلاث سنوات أو سنتين الأخيرتين هذا كان عنده يعني تأثير كبير وهام على الحركة الاجتماعية يعني أنه وجودك في الحركة المدنية وجودك في الحركة الاجتماعية ليس ضامن على أنك تكون فاعل على المستوى السياسي باعتبار الفعل السياسي صار يأتي من أشياء أخرى صار يأتي ليس فقط من الربريزنتاسيون يعني كلاسيك التمثيلية السياسية التقليدية بل صار يأتي من أشياء أخرى وماذا نجد عن هذه النخب الجديدة بطبيعة الحال رفض وازدراء يعني للحركة الاجتماعية أعطيتوا أنتم تسمعوا ساعات في بعض مثلا سمحني ماكرون أنا كثرت عليه يظهر لي اليوم لكن نفس الشيء يعني وقت لها رئيس فرنسي يتكلم ويقول un pognon de dingue qui est donné au pauvre يعني أموال كبيرة نعطيه فيها المهولة للفقراء يعني أصبح هذه النخب الجديدة يعني النخب الجديدة ليس لها علاقة وبالعكس العلاقة اللي تربطها يعني بالحركة الاجتماعية علاقة ازدراء علاقة عدم احترام وعلاقة وهنا تجي المسألة اللي نعرفوها احنا مسألة هامة تأخذوا بعض التصريحات بعض المسؤولين يعني السياسيين في تونس يعني لا تختلف تقريبا على هذه المسألة في علاقتها بالحركة الاجتماعية في المناجم في علاقتها بالحركة في الجهات المهمشة يعني علاقة ازدراء وعلاقة عدم احترام وهنا يجي المطلب من المطالب الحركات الاجتماعية والحركات تطرح عليها حركات الشعبوية هي الكرامة مسألة الكرامة أنه المسؤول السياسي لابد له أن يحترم يعني هذه الحركات ويتعامل معها يعني بأقل ما يمكن من الاحترام المسألة أكثر ما يمكن من الاحترام عفوا على الأقل لك تبع أنت معايا طولت شوية لما حالي سمحوني المسألة الرابعة اللي حبيت أكد عليها هي بطبيعة الحال ونكون صريحين مع بعضنا اللي لم تساعد أو يعني كيفاش نقولوا زادت في الهوة اللي بين الحراك المدني والحراك السياسي هي أمام هذه الهجمة في رأيي أمام هذه الهجمة الراديكالية من النيوليبرالية أعتقد تراجع الصوت عند اليسار الديمقراطي والاجتماعي تراجع الصوت العقلاني الصوت اللي ممكن يقدم برامج حقيقية وشهدنا صعود الصوت الاحتجاجي اللي بطبيعة الحال يعني مع تعاطف الناس معه
على مستوى الجانب الاحتجاجي، لكن الناس مقتنعين أن هذه الحلول لا يمكن أن تمثل، أو هذه المقترحات لا يمكن أن تمثل حلول يعني للخروج للواقع. ونعطيه عديد الأمثلة، يعني عديد الأمثلة اللي ممكن نعطيها يعني على هذه المسائل، في حتى في الممارسة السياسية لبعض الأحزاب، لا فقط في تونس، حتى في الخارج. مثلا يعني في فرنسا ممكن اقرب خاطر شويه ليزانسومي، يعني هذاك لا سامباتي اللي الناس الكل اللي عندها، لكن على المستوى يعني هناك على المستوى الجماهيري انه هذه وكانت هامه في التعبير على تردي الوضع الاجتماعي، لكن الحلول التي تطرحها ليست حلول واقعيه ولا يمكن ان تكون حلول. وفي نفس الوقت تراجع الأحزاب التي قد تشكل مثل الحزب الاشتراكي فرنسا والحزب الشيوعي التي قد تقدم حلول يعني تبدو أكثر واقعية وأكثر هذا. إذن هيمنت الصوت الاحتجاجي على مستوى بناء البدائل أعتقد ساهم في يعني فتح هذه الهوة بين الحراك الاجتماعي والسياسي وتعبيرته والفعل السياسي. ممكن هذه في تقديري بعض الأفكار وبعض الآراء حول الإشكالية الكبرى التي طرحها الملتقى السنوي متاع نشاد السناء حول كيف لماذا، وهي إشكالية كما قلت معناها ليست تونسية بل إشكالية على المستوى العالمي، لماذا لم يتحول أو كيف يمكن لنا أن نحول هذا الحراك المدني والاجتماعي إلى فعل سياسي، لأنه هذا في نهاية الأمر هو المسألة الأساسية. أنا في تقديري ولا أريد الإطالة، وأعتقد الأجوبة كانت هامة وتقدمت بعض عناصر الأجوبة، أنا في تقديري الإجابة هي أساسا أو الخروج من هذا الوضع يكون يعني في تأكيد على مسألتين هامتين، هي المسألة الديمقراطية وثانيا المسألة الاجتماعية، من تحقيق من خروج معناها من السياسات التقليدية وضبط يعني إجابات جديدة شجاعة للمسائل الاجتماعية والإجابات. وهذه الإجابات المسائل الاجتماعية أعتقد هي اللي تقوي وتنمي الثقة في المؤسسة الديمقراطية وفي قدرة يعني التحول الديمقراطي على يعني على الإجابة على التساؤلات وانطقاء على المطالب التي طرحتها الثورة. أطلت شوية وشكرا على الانتباه. كما أشرت يعني فقط كما أشرت هي يعني بزي كما أشرت يعني هي جملة حبيت نشطر كيفاش نقولوا خواطر حبيت نشطر فيها بكل هذاك توت موديستي حبيت نتقاسمها معكم. شكرا عايشك حكيم.